أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب معطر صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اللقاء الإعلامي 70 الذي خصص للحديث عن المؤتمر الوطني حول التشغيل المزمع عقده أيام 28، 29، و30 من جوان الجاري، معتبرا إياه نقطة انطلاق هامة لمستقبل التشغيل في تونس، داعيا كل مكونات المجتمع المدني إلى المشاركة في هذا المؤتمر لإخراج قضية البطالة من المربعات الضيقة في العهد السابق إلى مجال أرحب وأوسع على حد قوله. قمنا باستشارة أو منتديات ضمت نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي، وطرحنا عليهم هذه الإشكاليات واستمعنا لهم ورأينا اقتراحاتهم، ثم توجهنا إلى الولايات وقمنا بستة منتديات إقليمية مع المجتمع المدني، ثم أخضعنا كل هذه الحصيلة على خبراء وإداريين ومختصين وأحزاب سياسية وورشات عمل كانت في وزارة التكوين المهني والتشغيل منذ شهر أفريل ومي، لنتوج كل ذلك بمؤتمر وطني سيكون بالنسبة إلينا، وهذا ما سنأمله وما سنسعى إلى تحقيقه، نقطة انطلاق للتشغيل، لأن هذا المؤتمر سيكون له ثلاث أهداف متلازمة. الهدف الأول هو كما قلنا إبعاد قضية التشغيل ومكافحة البطالة من التجاذبات ومن الحسابات الضيقة، ويجب أن يعي كل أطراف المجتمع أن هذه قضية وطنية بامتياز، مثلها مثلا استقلال تونس. من جهة أخرى تطرق وزير التشغيل خلال هذا اللقاء الإعلامي إلى الوضع الصعب في الوزارة في إطار معالجة ومكافحة مشكل البطالة، مؤكدا أن هذه القضية هي قضية كل التونسيين وهي أكبر تحد لنجاح ثورة الحرية والكرامة. منذ تحملنا أعباء هذه الوزارة النبيلة الشائكة، هالنا حقيقة الوضع الموجود في مسألة معالجة قضية البطالة في تونس في علاقة مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووقفنا على هذا الحجم المهول المفجع للعاطلين عن العمل، ووصلنا إلى نسب بطالة يعني فعلا تثير، يعني تكون محل ثورة. وتعلمون أن قضية التشغيل كانت إحدى استحقاقات الثورة إن لم تكن أهمها وأولها. يجب أن نوحد الرأي العام ونوحد كل القوى السياسية والاجتماعية ليس في مسألة النهوض بالتشغيل كشعار نظري، بل أولا في أن نمكنهم من تشخيص شفاف واضح كل الملفات تطرح حتى يعلم الناس الوضع والمحددات المتحكمة في التشغيل. وهذا التشخيص يهدف من وراءه إيجاد فهم مشترك، فهم وطني لإشكاليات التشغيل. يبقى الجدل قائما حول معضلة البطالة واستحقاق التشغيل في وقت ترتفع فيه الوعود وتزداد نسب العاطلين عن العمل، ويبقى الأمل مرتبطا بمقترحات وتوصيات المؤتمر الوطني للتشغيل. أدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي زيارة إلى ولاية قفصة، زيارة تزامنت مع إحياء الذكرى 35 لوفاة الزعيم النقابي الوطني أحمد التليلي. اليوم نحيي الذكرى 35 لوفاة الزعيم الوطني النقابي أحمد التليلي. كان عندنا برنامج بهذه المناسبة متمثلا في معرض وثائقي بالمناسبة. أحمد التليلي أحد رموز النضال الوطني، عرف بمواقفه وآرائه النقابية ونصرته لحقوق العمال،
تاريخ عرج عليه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي خلال محاضرته. أشرف على هذه الذكرى الأخ الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، هو متعود يشرف على مثل هذه المناسبات، محمد علي الحامي، تليلي وغيره من الزعماء الآخرين عاشور. وطبعا في كلمته عرج على ذكر الأعمال الجليلة التي قام بها المناضل أحمد تليلي. من أجل احترام الحرية النقابية وبناء نظام اجتماعي تعددي جديد، نظمت الجامعة العامة التونسية للشغل مجلسها الوطني الكونفدرالي الأول بعد مرور أكثر من عام على تأسيسها. الأمين العام للجامعة التونسية للشغل الحبيب جيزة تحدث عن ضرورة التعدد النقابي التي تتعرض إلى تحديات عدة، ودعا إلى بناء نظام اجتماعي جديد. الجامعة العامة التونسية للشغل تعقد المجلس الوطني الكونفدرالي الأول، والمجلس الوطني هو ثاني سلطة في المنظمة بعد المؤتمر. المجلس الوطني عنده زوز أهداف أساسية. هدف أول هو قضية الحرية النقابية، اليوم تتعرض تحديات كبيرة، وعرقلة التعددية النقابية تتعرض لتحديات كبيرة، مما اضطرنا باش نقدموا قضية بالحكومة التونسية لدى منظمة العمل الدولية. وكذلك هدف ثاني من نظلو من أجله هو من أجل بناء نظام اجتماعي جديد، بما يتطلب ذلك من مراجعة نظام العلاقات المهنية، من تشريعات اجتماعية أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي. أعضاء المكتب الكونفدرالي للجامعة العامة التونسية للشغل تحدثوا عن الوضع النقابي الذي تعيشه البلاد، وخاصة في قطاعي الصحة والنقل المتمثل في أزمة فني الطائرات بالخطوط التونسية. بالنسبة للوضع النقابي بالخطوط التونسية، الحقيقة البلاد كاملة ماشية في انتقال ديمقراطي، والثنية في الانتقال الديمقراطي ما هيش معبدة، معناها ثنية محفرة وحكومة وشعب ومعارضة ونقابات، أكيد فيها وضعيات في بعض الأحيان حرجة شوية. الضرب نتاعنا بتاع 22 و 23 جاء نتيجة اللي ما فهمش حوار، انقطعت سبل الحوار. الغاية منه كانت هو جلبان الإدارة العامة إلى مائدة الحوار، محاولة، لكن تفاجأنا الحقيقة، تفاجأنا بالرفض التام للحوار، لأنه الاتفاق اللي صار مع نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل والإدارة أقصى تماما الجامعة الحرة من أي تفاوض. احنا استبشرنا الحقيقة بحاجة برك، هو باللجنة اللي عملتها وزارة النقل، لجنة محايدة فيها خبراء من الافيسيون سيفيل، ونستناو فيها، سكتنا، خيرنا الصمت حتى اللجنة دي تكمل الخدمة بتاعها، وان شاء الله ظهر الحقيقة. الوضع النقابي صحي، اصبح متداخل، فما الحرية النقابية، فما اطراف ما تأمنش بالحرية النقابية، بالتعددية النقابية. نحن اليوم في مشهد جديد، مشهد فيه تعددية سياسية، نطلب من الأطراف اللي ما تؤمنش بالتعددية النقابية أنها تؤمن بها، لأنه دعم للعمل النقابي. وبالنسبة للإضراب بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل، نحن ندعم كل تحرك يجيب مكاسب لأوان صح. الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل دعا أيضا كل الأطراف السياسية منها والنقابية إلى توافق جماعي لتحقيق المصلحة الوطنية لإدراك التوازن السياسي. تونس في حاجة إلى توافق، حتى واحد ما يقدر وحده، انتهى الحزب، وصاية الحزب الواحد، انتهت وصاية النقابة الواحدة مهما كانت تمثيليتها. الآن تونس مفتوحة وتحتضن الجميع، ولابد باش نقبل التعددية، لابد باش نقبل التنوع كقيمة كمبدأ. لأن نحب مجتمع مدني فاعل، نحب حركة نقابية ديناميكية حرة، نحب التوازن السياسي في البلاد، لأن بدون توازن سياسي في البلاد زاد الديمقراطية تصبح مريضة وعرجاء.